غينا تكون عندنا واحد هيئه المنتخبين قويه، مؤسسه هيئه المنتخبين ماشي غير هيئه المنتخبين بالصيغه ديالها القديمه، لا بغينا مؤسسه هيئه المنتخبين والاطر ديالها بالمكاتب ديالها اللي تستقبل الملفات ديال المنتخبين ديالنا وتستقبل الملفات ديال الرؤساء ديالنا وتتبعهم وتعطي تجاوب عليهم، ماشي يبقاو في الصفوف ديال الحزب. ثالثا سيد الرئيس، بغينا تجديد الهياكل مباشره مع الانتخابات، بغينا يكونوا مؤتمرات جهويه، مؤتمرات اقليميه، بغينا نخب جديده، بغينا الشباب اللي ياخذ زمام الامور في الفتره الجايه ان شاء الله. لان ما بقاش يسمح لينا تسمح لينا باش ندبروا الانتخابات المقبله 2026 بهذه الطريقه باش كتدبر اليوم. اليوم خاصنا نفكروا من اليوم 2026، خاص المقرات يكونوا مفتوحين 5 سنين، خاص المدراء ديال المقرات يشتغلوا 5 سنين، خاص الشباب يلتحق وياخذ زمام الامور وياخذ المسؤوليه. وهادشي كله راه في استطاعتنا نديروه. وملي تنقول الشباب باش ما نقولش الشابات، راه الشباب ذكورا واناثا، غير ما يتحب واحد تنقول الشباب راه على الشباب. اذا ما غاديش نهضر في كما هو وطني، ولكن اللي تنشوف هاد ثلاثه النقاط ولا بعض النقاط اللي تنشوفهم وتيطالبوا بهم الاخوان ديالنا في التنسيق الامين العام ما بعد الانتخابات، الله يخليكم تشجعوهم وتستروا عليهم، لانه حنا في امس حاجه لهذه النقاط. وشكرا جزيلا ومرحبا بكم مره اخرى.